السلام عليكم أصدقائي ومتتبعي قناة سكولك. اليوم إن شاء الله غادي نبداو درس جديد اللي هو لا بويسونس. غنديرو الباج 32 جي في ريفي مي زاكوي، يعني داكشي اللي قريت العام الأول بريميير أني والعام الثاني دوزيام أني، نشوف واش أنا باقي فاهم ولا مفهمتش. إذا غنديرو التفكير إن شاء الله رقم رقم باش اللي مفهمش غيتفكر معانا إن شاء الله غادي، وغنبداو الدروس ديالنا. متنساناش لايك تحفيزي القناة. إذن لا بويسونس كوشي لا بون ريبونس، عندنا سيدي هاد لي حنا ديما كنصدقو لا بريوريتي دو كالكول. عندنا هنايا الضرب وعندنا هنا ناقص، اش خاصنا نديرو؟ غادي نصدقو العملية الأولين، هي واحد مضروبة بثلاثة مقسومة على جوج مضروبة بأربعة، عاد من بعد كنديرو عملية ناقص ديال جوج على ثلاثة. إذا الخارج ديالي شحال غيعطيني؟ هي ثلاثة على ستة ناقص جوج على ثلاثة. هنا غنوحد المقام، يعني هذا العدد غنضربو بجوج، غادي يعطيني ثلاثة على ستة ناقص جوج هي أربعة على ستة. ولا عندي المقام مشترك، غادي نجمع المقام ديالي وغندير ثلاثة ناقص أربعة. إذا الخارج ديالي غيعطيني ناقص واحد على ستة. فين هو ناقص واحد على ستة؟ ما عندي لا ناقص واحد على ستة لا حتى شي حاجة. إذا فين درنا المشكل؟ ها درنا المشكل هنا، درنا المشكل هنا باش تعرفوا كيفاش المشاكل كيدوز. إذا المشكل درناه لأن أربعة بجوج كتعطيني ثمانية، إذا هنا غتكون ثمانية، ثمانية هنا هي ثلاثة باش المقام مشترك. غنعاود لكم هادشي، شوف راه الزربة، راه الزربة كتحسب صافي. إذا قلنا غادي تكون عندنا هنايا ثلاثة على ثمانية وجوج على ثلاثة، غنديرو كلشي على أربعة وعشرين، هنا غنضربو في أربعة غتعطينا ثلاثة هي اثناش على أربعة وعشرين، وهنا غادي نضربو في ثمانية غتعطينا ناقص ستاش، ثمانية ثمانية بجوج هي ستاش، ثمانية 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 بجوج هي ستاش. إذا كتساوي هادو إلا حسبناهم غادي تعطينا هي ناقص أربعة على شحال؟ أربعة وعشرين. ناقص أربعة ماشي ناقص سبعة، وهنا راهم غالطين لينا، هنا ناقص أربعة على أربعة وعشرين، هذا هو لا بون غيبون. وما تكونش من الناس البخلاء، ما تخسرش علينا لايك وفعل الجرس باش توصلك أي فيديو، وتابوني لك تي أول مرة كتشاهد قناة سكولا. ليكسبرسيون نيميرو جوج عطاونا او كتساوي هاد ليكسبرسيون، قالوا لي واش او يمكن لينا نكتبو على هاد الشكل ولا على هاد الشكل ولا هاد الشكل. شنو عارفين حنايا؟ عارفين بان ثلاثة جوج اكس ناقص واحد، في هاد الحالة شنو كنديرو؟ كنديرو ديفلوبمون، يعني ثلاثة كنضربوها بجوج كتعطينا ستة اكس، و ثلاثة كنضربوها ناقص واحد كتعطينا ناقص ثلاثة. فين هو ليكسبرسيون ديالنا الصحيح اللي هو غندوزو ليكسبرسيون نيميرو 3. عندنا سوا اف كتساوي 5 اكس او كاري ناقص 7 اكس، قال لك اون فاكتوريزاسيون دو اف، بغينا فاكتوريزي و قلنا عندنا 5 اكس او كاري ناقص 7 اكس. كيفاش يمكننا نكتبو هاد 5 اكس؟ هي 5 اكس او كاري هي 5 اكس مضروبه اكس ناقص 7 اكس. ملي كنقول انا فاكتوريزي يعني كنقلب على واحد العامل اللي كيتعاود ليا بالضرب، هنايا الضرب وهنايا الضرب كيتعاود، إذا هذاك هو العامل. اش كندير أنا؟ كنحتفظ بهذاك العامل ديالي، وكنحل الأقواس، وكنكتب الأعداد المتبقية، عندي هنايا 5 إكس ناقص 7، هذا هو اللي سميناه حنا لا فاكتوريزاسيون. إذا فينا هو؟ هو بي، إذا هذا هو لا بون بون فاكتوريزاسيون، بون غيبون. غادي نجيو لعند ليكسبرسيون نيميرو 4، قالو لينا ديفلوبي، فوالا هاد الشيء هادي عبارة عن متطابقة هامة اللي هي 5 إكس زائد 3 تو أو كاري، هادي سيت فين إيدونتيتي غوماركابل. إذا شنو غنديرو ليها؟ إيكال أكوا هادي أو هادي بي، إذا أ هي 5 إكس تو أو كاري أ بلوس 2 ميتيبلي 5 إكس
ميتيبلي باش 3 بلس 3 او 4 هكا الايدنتيتي رماركابل هكا المتطابقة عامة كنحسبوها. إذن هنايا الأس القواعد حنا كنقراو لو بوسونس إذا هاد الأس غيتشتت عليهم بجوج تعطينا هي 25 هي 5 أس 2 و إكس أس 2 هنايا جوج غنضربوها 3 غتعطينا 6 و غنضربوها في 5 غتعطينا 30 إذا زائد 30 إكس وهادي راه أس 2 هي 3 في 3 اللي كتعطيني 9 إذا هذا هو الإكسبريسيون ديالي. غادي نشوف فين كاين عندي هنا شي خصوص اثنان زائد اذا هذا هو لا بون ريبونس ديال اذا ندوزو ليكسبريسيون نيميرو 5 وكيما لاحظتوا ديما كيقول لك فاكتوريزي اولا كيقول لك ديفلوبي وهذا الشيء راه تبعنا من السبعة وحنا كنقراو فيه. عندنا هاد ليكسبريسيون هذا اللي هو بي كيساوي لينا 9 اكس او كاري ناقص ياش 25 بغاونا سيدي نفاكتوريزيو هذا شنو كيساوي ليا كيساوي ليا هو 3 او كاري اكس او كاري ناقص 5 او كاري. انا نديرو كيفاش غادي نفاكتوريزيو ازير هادو لا بويسونس هي 3 اكس 2 او كاري موان 5 او كاري وهادي ايدونتيتي غوماركابل الثالثة اللي قرينا اللي هي ا او سي 2 ناقص بي او سي 2 شنو كتعطينا كتعطينا ا ناقص بي A ناقص B هي 5 مضروبة في A زائد B هذه متطابقة هاد ما خصني نعقل عليها. إذا الإكسبريسيون ديالي فينا هو صحيح اللي هو واحد اللي هو B A إذا هذا هو بون إكسبريسيون ديالي مزيان. الإكسبريسيون عندنا 6 إكسبريسيون ديفلوبي دابا طلبوا مني نديفلوبيها. عندي سيدي جوج اكس زائد 3 عامل 5 اكس ناقص 2 ملي كنبغي نديفلوبي شنو كندير كناخذ واحد الكولوم كنخدمو مع الرقم الاول كنضربو في هذا ونعاودو نضربو في هذا صافي. اذا شنو غادي ندير غنديرو ايغال قلنا جوج اكس 5 اكس هي 10 اكس 2 و جوج إكس ناقص جوج هي ناقص ربعة إكس مازال هادي سالينا من الحد الأول. دابا غادي نمشيو للحد الثاني اللي هو ثلاثة غنضربو خمسة إكس و نعاود نضربو ناقص جوج يعني شغادي نكتبو هي زائد 15 إكس أها ناقص ستة فوالا. دابا كل حدين غادي نجمعهم بوحدهم مثلا هاد الحد و هاد الحد غادي نجمعهم بجوج غادي يعطيني ناقص 4 زائد 15 هي 11 وكنكتب العدد ديالي اكس والاعداد الاخرين كنهبطهم تركيب يعني 10 اكس او كاري ناقص هنا زائد 6 ونشوف فين هو الاكسبريسيون ديالي اللي مزيان. عندنا 10 زائد كيفاش هنا يعطوني هنايا غلطو لينا لازم عندنا هنايا 15 وهنايا ناقص 4 اذا 15 ناقص 4 هي زائد وي ناقوي زائد انا اللي قلبتهم عفوا انا اللي قلبت الاشارة هنايا ما عطيتش كبار اذا لا بون ريبونس ديالي هو ال. لو نومبر 75000 اي حنا كنعرفوا كتابة سيونتيفيك قلنا بأن 75000 شنو كتساوي لينا كتساوي لينا هي 75 مضروبة بشحال في 10 لا بويسونس 3 ياك كاع إلا بغينا نختصر الحال نديرو الفاصلة إذا غنديرو إيكال كيساوي 7.5 فاش في 10 أوس 4 مزيان فوالا. اذا الحل ديالي هو هادشي راه قرينا كتابة سيونتيفيك. اذا بقات لنا لو نومبر 8 قالوا لنا هاد العدد هذا ايكال اكوا عندنا سيدي 10 اس 3 مضروب في 10 اس 2 الكل اس 2 مضروب في 100 فوالا. اذا حنايا خاصنا لاباز اديس
هذه غتبقى هي النت ما غاديش نقيسوها مضروبه هنايا هذا غادي نضربو بهذا غيعطينا 10 اس 4 هادشي راه غير تذكير ديال العام اللي فات وهاد 100 هي 10 اس 2 شي قرينا العام اللي فات غير كنذكرو به يدير عندنا لاباز كله مع 10 كنحتفظو بلاباز وكنجمعو الاس 3 زائد 4 زائد 2 اذا التوتال ديالي شحال كيساوي 10 اس 7 اس اذا هذا هو الحل ديالي هنا هو الحل هو كنحتل هنايا كنتمنى ان تستفدتو شي شويه وموعدنا في الدرس ديالنا اللي هو لابويسونس والتمارين ديال لابويسونس خليتكم على خير بون كوراج تو المون